بسم الله الرحمن الرحيم. محمد كرم برياق، مستشار بمقاطعة بني مكدة، مكلف بالتتبع ومراقبة عمل شركة النظافة في التراب المقاطعة. اليوم كنتواجدوا بسوق القرب مجمع الحسني في إطار العمل اللي كتقوم به الشركة ديال النظافة. طبعا حل هاد الشيء اليوم في إطار برنامج الخاص ديال برنامج كورونا، اللي الشركة ضاعفت من مجهودات ديالها في عملية ديال الجمع، في عملية ديال الكنس اليدوي، في العملية ديال غسل الشوارع والساحات، وكذلك في العملية ديال غسل الأسواق العمومية بصفة عامة، الأسواق الجماعية وأسواق القرب. اليوم كنتواجدوا في سوق القرب المجمع الحسني، وكما كتلاحظوا العمال راهو ما كيقوموا بالعمل ديالهم، بالعملية ديال التعقيم، العملية ديال الغسل. وبطبيعة الحال راه كاين برنامج فيه جميع، كيشمل جميع الأسواق داخل تراب المقاطعة، وكذلك عموم الساحات العمومية، ناهيك عن العمل اليومي ديال غسل الحاويات، غسل الحاويات الحديدية، غسل الحاويات البلاستيكية، وكذلك الساحات والشوارع العمومية. العملية اللي كنقوموا بها كيف ما كتشوفوا دابا، كنقوموا تعقيم جميع الأسواق النموذجية بالمدينة، مدينة طنجة الشرقية كشركة سولانطا، تدبير المفوض لها بجهة طنجة الشرقية. الأسواق النموذجية بالمدينة كنقوموا بتعقيمها كاملة، وكنت منه واحد النداء جميع الساكنة المدينة طنجة، كنطلبوا منهم الله يجازيهم بخير، كل واحد يبقى في داره، هذا الوباء راه خطير، خطير بزاف. وكعمال النظافة جنود مجندين وراء هاد الوباء، كنخدموا ليلا ونهارا لكي يتعاونوا معنا الساكنة. وكيف ما كتعرفوا كنلقاو بعض الصعوبات في الحاويات، مترجشين الحاويات، مقلوبين. كنتمنى من الساكنة تستجم معنا ولحفاظنا على العمال النظافة بهذا الوباء، لأنهم معرضين للخطر.